انا شفت مع فتح اللي ما حدش شافه في الدنيا ابدا. اهلا واضح دنيا عبد العزيز. امر مخجل اقول كده قدام الناس؟ ازاي؟ طب ما مخجل. بصي مش مخجل قوي يعني، بس يعني في حاجات مخجله اكتر بس مش هقدر اقولها بصراحه. انا مش بعرف اسلق بيض، وما اعرفش السكر من الملح، ولا الملوخيه من الجرجير، ولا يعني زيرو معلومات عن المطبخ الحقيقة. عندي مخدة صغيرة كده من زمان جدا، من وانا صغيرة يعني، فدي ما اقدرش انام من غيرها. يعني اوقات مثلا كنا نبقى مسافرين وخلاص واصلين المطار، ها يا جماعة حطيتوا لي المخدة، فيقولوا لي نسينا فالسفرية تبوظ، يعني نرجع تاني عشان اجيب المخدة لاني مش عارف انام. نفس الحكاية رايحين اسكندرية الطريق الصحراوي نرجع، يعني المخدة دي شيء رئيسي في الحياة. الحقن، عندي فوبيا حقن، خاف من الحقن جدا. أرجع أمي للحياة. يوم دخولي معهد السينما ده كان من أسعد أيام حياتي، لما قدمت ودخلت معهد سينما قسم إخراج. أسعد أيام حياتي لما خدت جايزة في فيلم الجراج، كانت من أسعد الأيام. لما تخرجت من المعهد بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف. في أيام كتيرة حلوة طبعا في حياتي. أسمر خالص، ولا ليكي ولا لغيرك ولا لاي حد. هو كده كده وهو معاها لوحده في خناقات، لما يبقى معاها ومع كل الناس هيبقى في ايه؟ في موت. كانت يعني ان امي تسيبني في يوم الايام، وده حصل، فخلاص ما بقاش عندي مخاوف دلوقتي. يعني اي حاجه تمام، ما فيش حاجه فارقه بقى، الحمد لله على كل حاجه. يعني بصي، هو طبعا احنا بشر وطبيعي ان الناس بتغير وكده، وايا كان يعني احنا في النهاية يعني غصب عننا مفيش حد ملاك. بس يمكن دي اهم حاجة اتعلمتها او امي زرعتها فيا بجد، انه انا بحب الناس مش بغير من الناس. يعني لما حد من صحابي يجيب مثلا عربية احدث انا بتبسط جدا، لما بشوف حد عامل دور حلو قوي في فيلم بقول الله، بقعد بسقف وجسمي اشعر وبتبسط ان في تمثيل حلو كده. فانا ما عنديش الغيره دي، انا عندي الحب في كل حاجه. يعني ما حسيتش بغيره تجاه حد قبل كده بصراحه خالص.